قلنا ان وفقا للويت ويتد افريج ميثود ان احنا كل الوحدات عندنا متشابهه من حيث التكلفه، يعني ما عندناش وحدات كانت موجوده في المرحله في بدايه الفتره بتكلفه والوحدات الاخرى اللي هي خلال الفتره ليها تكلفه. لا، كل بنجيب التكلفه كلها نجمعها ونقسمها على عدد الإكويفالنت يونتس. الإكويفالنت يونتس اللي هي عبارة عن الوحدات التامة والجزء التام من الوحدات تحت التشغيل. يبقى لو ما نرجع كده للطرق اللي احنا بنستخدمها في التسعير او في تقييم الوحدات، في طريقة الفايفو اللي هي فيرست ان فيرست اوت، وفي الويتد افريج ميثود. قلنا الفايفو الطريقه الاولانيه دي ملغيه او مش مقرره لحضرتك. الطريقه الثانيه اللي هي الويتد افريج ميثود اللي هي بنستخدم كل التكاليف خلال الفترة ونقسمها على عدد الوحدات الـ equivalent units عشان نطلع متوسط التكلفة. طيب، هناخد كده زي مثال كده بسيط. بيقولك Smith Company reported the following activity in Department A for the month of June. دي متوسط التكلفة في قسم Department A في المصنع. بيقول لك work in process في first June في أول يوم في الشهر، الوحدات تحت التشغيل كانت فيه 300 وحدة، كانت مستوى استفادتها من الماتيريال 40% والconversion cost 20%. يعني ايه conversion cost؟ انت طبعا واخد في الكوست accounting ان في شوية مصطلحات كده المفروض انت عارفها. يعني ما نقول ايه primer cost هي عبارة عن الرو ماتيريال، direct raw material والdirect labor. يعني البرايمري كوست هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن التكلفة المباشرة اللي هي الدايركت كوست، اللي هي الدايركت ماتيريال كوست والدايركت ليبر. طب لما نقول الكونفيرجن كوست هي تكلفة التحويل او التشكيل، هي التكلفة اللي بتحول اللي بندفعها عشان نحول الرو ماتيريال عشان تبقى ايه؟ منتج. To convert the raw material to be a product. طيب ايه هي بقى التكلفة اللي انا اتحملها عشان احول الرو ماتيريال لمنتج؟ الدايركت ليبر والاوفر هيد. يبقى ما اقول لك conversion cost يقصد بها مجموع الاثنين اللي هي الدايركت ليبر والاوفر هيد. طيب، معنى ان هي نسب اتمامها 40%، يعني 40% من ال 300 دول استفادوا من الرو ماتيريال و 20% استفادوا من الconversion cost. ده في اول الفترة. يعني لما انا هقعد اشغلهم في الفترة دي هياخدوا ايه عشان يبقوا وحدات تامة؟ هياخدوا 60% المتبقيين ليهم من الرو ماتيريال و 80% من الconversion cost. طيب، بيقول لك اليونت started into production in June. الوحدات اللي بدأنا بيها التشغيل اللي جات لنا من المرحلة او اللي هنبدأ بيها الشغل كان 6000 وحدة. دول غير ال 300 اللي باقيين عندنا من الفترة السابقة. يعني دخلنا 6000 وحدة عشان نصنعهم، وكان عندنا 300 ما خلصناهمش من الفترة السابقة. يبقى عندنا كام وحدة هنشتغلهم في الفترة دي؟ 6300. برافو. طيب، احنا بيقول لك ايه؟ units completed and transferred out of department A during the zone. الوحدات التامة والمحولة من القسم ايه خلال فترة أو خلال الشهر كانت كام؟ 5400. طيب، يبقى عندنا كام وحدة في نهاية جون ما خلصناهمش؟ 900. برافو عليك. جات منين؟ الوحدات اللي بدأنا بيهم 300 أو اللي كانوا عندنا من الفترة السابقة 300 بالشهر اللي فات اللي هو ماي، زائد 6000 دخلولنا في شهر يونيو، يبقى كل الوحدات اللي هنشتغل فيهم 6300. 5400 دول ترانسفير فينيشد اند ترانسفير كومبليتد اند ترانسفير تو اوت ذا ديبارتمنت اي. يبقى ورك ان بروسيس تحت التشغيل 900. طب ال 900 دول قصتهم ايه؟ في استفادوا من الماتيريال 60% ومن الكونفرجن كوست اللي هي الاوفر هيد والدايركت ليبر 30%. طيب، كلام جميل قوي. طيب، معنى الكلام ده ايه؟ وفقا للويتد افريج اكزامبل في خطوات بنتبعها. اول خطوه بنحسب الايكويفالنت يونت عشان نحدد الوحدات التامه
اللي هي محولة من الايه، من القسم ايه، 5400 دول وحدات تم متحول. طيب تفتكر استفادت من الرو ماتيريال بقد ايه؟ 100%، مش محتاجة سؤال، ما هي واحدة تامة، يعني تامة يعني ايه؟ يعني استفادت بالكامل من الماتيريال بتاعتها، واستفادت من الكونفرجن كوست اللي هي الدايركت ليبر والاوفر هيد، والا ما تبقاش واحدة تامة. يبقى البرسنتج كومبليت برسنتج هنا 100% في الرو ماتيريال وفي الكونفرجن كوست. طيب ده بالنسبة للوحدات التامة المحولة. طب الوحدات اللي هي تحت التشغيل 900، التسعمية بيقول لك، ارجع تاني كده معلش، ايوه بيقول لك 900 وحده دول استفادت من 60% استفادوا منها من الرو ماتيريال، يعني الرو ماتيريال غطت 60% وباقي ال 40% لسه ما خدوش حاجه من الرو ماتيريال. طيب ال 900 وحده دول استفادوا من الكونفرجن كوست نسبه 30%، يعني معناه ان في 70% ما استفادوش لسه ما خدوش حاجه من الكونفرجن كوست. وانس دي ال 60% يكتملوا يبقى 100%، وهنا ال 30% يبقوا 100%، بقت وحدات تامه، بس هم لسه مش وحدات تامه، هي ورك ان بروسيس. فنسبه استفادتهم من الماتيريال 60% واستفادتهم من الكونفرجن كوست 30%. يبقى نقول هنا ال 900 وحده في 60% نسبه استفاده من الرو ماتيريال، يعني 540 وحده استفادت من الرو ماتيريال. نحطهم هنا تحت الايه، الوحدات التامه في الايه، في الماتيريال. طيب في الكونفرجن كوست ال 900 وحده استفاد منهم 30% بس، يعني كام؟ يعني 270 وحده. طيب يبقى مجموع الوحدات اللي استفادت من العناصر التكاليف كام؟ 5940 و 5670، ده عدد الوحدات استفادت من ايه، عناصر التكاليف. طيب الخطوه اللي بعد كده هنعمل الايه، التقرير، البرودكشن ريبورت. البرودكشن ريبورت ده هنقول في ايه، في الورك ان بروسيس في 1-1 كان عندنا 200 وحده، الماتيريال 55% نسبه استفاده من الرو ماتيريال و 30% استفاده من الكونفرجن كوست. يبقى ده نسب الاستفاده في اول الفتره. البرودكشن ستارتد، الوحدات اللي تم تصنيعها خلال الفتره، ده مثال تاني يعني بيوضح لك ايه، ان احنا ازاي بنحسب بنعمل البرودكشن ريبورت. طيب البرودكشن ستارتد في مايو 5000 وحده، برودكشن كومبليتد خلال الفتره 4800، يبقى معناها في 200 ورك ان بروسيس. طيب الكوست تو برودكشن ماتيريال كوست كانت 368 و350 كونفرشن كوست. طيب الورك ان بروسيس في نهايه الفتره كان كام؟ 400. جت منين 400؟ انت عندك 200 وحده في بدايه الفتره، زائد دخل لك خلال الفترة 500، يبقى 500 اتبقى work in process 400، يبقى ناقص لك 400. ال 400 دول 40% completed material و25% completed conversion cost.